السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، أحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. إذن افتتاح ورشة تدريبية حول حقوق الإنجاب ومكافحة الختان الأنثوي. إليكم تفاصيل النشرة. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظمت صباح اليوم في فندق شاغطة ورشة تدريبية حول حقوق الإنجاب والختان الأنثوي. للمزيد حول هذا الموضوع نستضيف في الاستديو زميل خادر علمي جبريل. أهلا بك خادر. أهلا بك زميلة حسناء عبد يحيى. كما ذكرت في مقدمة هذه النشرة، هذه النشرة نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظمت صباح اليوم في فندق شيراتون ورشة تدريبية حول حقوق الإنجاب ومكافحة الختان الأنثوي، وذلك بحضور أعضاء المجتمع المدني والصحفيين. وتهدف هذه الدورة إلى زيادة الوعي في المجتمع المدني والصحفيين، وذلك من أجل نشر وتمكين المواطنين من فهم الإنجاب حقوق الإنجاب وتأثيرات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بشكل كامل، وإبلاغ الشرطة والعدالة لإنقاذ حياة الفتاة الصغيرة في حالة القيام بأنشطة تضر صحتها. وجمعت هذه الدورة العديد من الصحفيين من هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني وصحيفة الوطن والقرن والجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني والمدرسين والمحامين. من جانبها أوضحت ممثلة منظمات الأممية المتحدة في جيبوتي السيدة باربرا منزي، أوضحت بأن الحقوق الجنسية والإنجاب يجب أن يكتسبها الناس الذين يواجهون يوميا الجمهور العام من أجل نقل هذه الأداة شيئا فشيئا، وبالتالي تسمح هذه الدورة بتحسين الظروف المعيشية لفتيات الصغيرات. وأشارت إلى أن هذه الدورة تهدف إلى مكافحة الختان الأنثوي وأيضا محاربة جميع العنف التي ترتكب ضد المرأة الجيبوتية. نعم حسنا. من جانبه أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان السيد سليمان عمر عدن، أوضح بأهمية هذه الورشة لدى الرجال المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، وانتهز الصانح لتقديم الشكر والامتنان لجميع المشاركين على استجابتهم لنطاق واسع الذي وجه إليهم، كما قدم شكره وامتنانه لجميع المنظمات التي شاركت في هذه الدورة والتي تسعى يوميا لتحسين حقوق الإنسان في جيبوتي، والتي أيضا تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما قدم شكره لجميع من شارك من الصحفيين ومن الشخصيات المدنية لهذه الدورة التي أقيمت صباح اليوم في فندق شيراتون. وهذه الدورة أشار إلى أنها تهدف إلى مكافحة الختان الأنثوي وأيضا فهم حقوق الإنجاب لدى الفتيات الجيبوتيات. إليك الكلمة زميلة حسناء. إذن خضر شكرا جزيلا على هذه التوضيحات حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة التدريبية إلى يوم غدا إن شاء الله تعالى. كما أكد عن أهمية ترك ممارسة هذه الأنشطة التي تضر صحة النسوة. تعلن وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني أولياء أمور الطلبة التعليم العام أنه وفقا للمرسوم الصادر في 26 من يونيو 2018، فإن ارتداء الزي الرسمي سيدخل حيز التنفيذ وسيكون ملزما في المدارس، ويبدأ تطبيق ارتداء هذا الزي الموحد الرسمي بدءا من العام الدراسي الجديد 2018-2019 للتعليم الأساسي. ويجب على أولياء أمور الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم أطفالهم لأن يحصلوا على هذه الملابس. وللمزيد حول هذا الموضوع فلنستضيف في الاستوديو الأستاذ سامح علي أحمد. أهلا بك سيدي. السلام عليكم. وهو رئيس قسم مكتب البحوث للإعلام والإنتاج الكريبين. مجددا رحب بك سيدي. وأولا ما هي الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الخطوة؟
شكرا للأخت حسنة. أولا في عام 1999 خلال الوضع العام للتعليم يعني لتاجنه في كتر بنزنف تم طرح هذه الفكرة وعدة فكرات وبعد مناقشات بناء وتمسر ثم تبني على هذه الفكرة والموافقة عليها يعني في عام 2016 بعد الإتاج النروح 1999 في 2016 تم كولوك ما بين عدة الأسوسياسيون دي بارون دليف وال إدكاسيون ناسيونال المينستير حقنا الموحد بالرسمي لكافة طلبة الابتدائي المتوسط وذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين المجموعات المدنية ووزارة التربية والتعليم. إذن من هم الطلبة المعنيون لهذه الملابس؟ أولا في بنبدأ بالسنة هذه إن شاء الله 2018-2019 للأول الابتدائي يعني صف الأول الثاني الثالث الرابع والخامس أما الطلاب بالتعليم المتوسطة سيكون في 2019 و2020 بداية مدرسية 2019 و2020. ما إذن ما هي قيمة هذه الملابس وأين يتوفر؟ فين ممكن نجد هذه الملابس؟ أيوة يتوفر في عدة أماكن يعني أولا في رزديكا معنا في إيرون في الإيرون في دكان لوباتو وفي كومين دو بلعوس جنب المطار محل الملابس بواتي والمحل في أنجيلا أجنس كوميرسيال دانجيلا وفي بلبلة كومين دو بلبلة في بيكا 12 وحيا بلي وفي شيخ موسى كمان. إذن قيمة الملابس لابد أن كل طالب يعني يأخذ بدلتين وقيمها 7000 فرنك يعني القيمة 3500 يعني خلال مدة سنة إذن شكرا. لو الوالد يعني يشتي كمان يزيد حاجة يمكن يزيد يعني القرار يعود للوالد صح. إذن شكرا للسيد سامح علي أحمد رئيس قسم مكتب البحوث والإعلام والإنتاج المعروف بالكريبان. شكرا لك سيدي. شكرا. في إطار جهودها الهادفة لتعزيز خدمتها وتلبية احتياجات الزبائن قامت شركة جيبوتي إير باقتناع طائرة مروحية للشحن الجوي ووصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار جيبوتي الدولي. وكان في استقبال الطائرة الجديدة مدير عمل الشركة السيد عبد الرحمن عبد الله ومدير الشحن في الشركة السيد لي إدريس أرناود ومسؤولين آخرين. وتهدف شركة جيبوتي إير من وراء هذه الخطوة إلى توسيع نطاق عملها وتعزيز قدراتها وخصوصا فيما يتعلق بالشحن الجوي وفق ما أشار إليه السيد إليه. ونوه مدير الشحن أن الطائرة الجديدة سيتم استخدامها لأغراض الشحن فضلا عن نقل المرضى والسياح الذين يأتون إلى البلاد. وتحمل هذه الطائرة المروحية على متنها العديد من الأدوات. وتجر الإشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية الجيبوتي عادت إلى الخدمة قبل نحو 3 أعوام إثر غياب طويل عن الساحة وتسير رحلات منظمة أو تسير رحلات منظمة إلى الدول المجاورة فضلا عن نقل الجيبوتيين إلى الديار المقدسة. انخفض تردد الشباب على مقاهي الانترنت والاستفادة منها منذ ظهور الهواتف الذكية في بلادنا حيث أصبح الانترنت متاحا في الهواتف الذكية وسهلا للوصول
بالحصول عليه في جيبوتي، وأول من تأثر من هذه الظاهرة مدراء مقاهي الإنترنت والمالكين، ومنذ 10 سنوات أو حتى 15 عاما كانت مقاهي الإنترنت الأماكن المفضلة لدى الشباب الجيبوتيين، سواء كان ذلك أثناء أوقات الدراسة أو غيرها، وكان يذهب الشباب بشكل جماعي لأماكن الإنترنت، وفي ذلك الوقت كان الاتصال بالإنترنت نادرا، ولكن الآن بفضل شبكة الجيل الثالث والرابع والهواتف الذكية اليوم يتوفر في الإنترنت في كافة العاصمة جيبوتي، وبفضل تطور أنشطة شركة جيبوتي تيليكوم شهد الاتصال بالإنترنت تطورا وتقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، لأنه أصبح لدى جيبوتي قدرة أكبر على الوصول إلى الإنترنت سواء في العاصمة أو في المناطق الداخلية، وأن الاتصال بالإنترنت لا يمثل مشكلة لأي شخص في عام 2018، ولكن أثرت هذه التطورات على مقاهي الإنترنت حيث لم تعد لها أهمية بمقارنة مع الهواتف الذكية، لأن الشباب يحملون الهواتف الذكية في الحافلة وفي الأماكن العامة وفي كل أماكن أخرى. هذا في مداخلة له قال أحد العملاء الذين يستفيدون أو يعملون في هذه المقاهي الإلكترونية الذي أتاحت لنا فرصة لقائي معه، قال استخدام هذه الهواتف الجوال في الاتصال بالإنترنت وهو أرخص من مقاهي الإنترنت وبأسعار معقولة جدا في السوق، وأخيرا انتشرت استخدام الهاتف الذكي في جيبوتي بصفة أكثر من مقاهي الإنترنت. نقدم لكم في هذه النشرة المسائية تقريرا للتناول حول أهمية شاطئ دودة للنسوة الجيبوتيات، إذا المزيد نتابع مع الزميلة حوا. يقضي معظم النساء الجيبوتيات في فترة الصيف في الشاطئ دودة والخاص بهن. قام فريق من التلفزيون الوطني بجولة تصويرية إلى شاطئ دودة، حيث التقينا بعدد من النسوة اللواتي يقمن بمنتزه والترفيه إلى هذا الشاطئ. يعتبر الشاطئ المعروف بوناج حوالي مكانا للترفيه للمرأة بدون حرج، تستطيع المرأة الجيبوتية أن تمارس بكل حرية الرياضة مع أبنائها والسباحة في هذا الشاطئ. نحن فرحون ومسرورون لوجودنا في هذا الشاطئ خاص بالمرأة. رئيسة جمعية وناج حوالي مؤمنة آدم أشارت الهدف من هذه الفكرة وهو أن تجد المرأة مكانا لها في الشاطئ خاصا بها ولا تنحرج من وجود الرجال، كما يعتبر هذا الشاطئ بوجود المرأة فقط ومع أبنائها وهو شاطئ واسع تستفيد منه المرأة، وأيضا أن هذا الشاطئ مميز وفيه أماكن للترفيه والسياحة، إضافة وأن البحر له إيجابيات في أبدان الصحة. نوجه تحياتنا الخالصة إلى فخامة رئيس الجمهورية على هذه الجهود التي قام بها لترقية الخاص بهذا المكان. شاطئ دودة جيبوتي يعتبر من الشواطئ التي تنجذب إليها السياحة والجيبوتيين على حد سواء. منذ أن بدأت جمعية التنمية في مبلى برامجها التنموية وأنشطتها المتعددة، حصلت هذه الأنشطة نتائج إيجابية في تحسين الظروف المعيشية لسكان البدو في المناطق الشمالية، لا سيما في ناحية مبلى، حيث بدأت جمعية أدم للتنمية الريفية برامج مختلفة للتنمية. إذن إليكم المزيد في هذا التقرير. جمعية أديم للتنمية الريفية خطواتها التنموية منذ 12 عاما في ناحية ديمول الواقع على بعد 10 كيلومترات من منطقة تجورة، وأصبحت اليوم إحدى الجمعيات الناشطة والهامة التي تقوم بتنفيذ استراتيجية مبنية على تحقيق التنمية الريفية
وإنتاج كمية كبيرة من التمور وغيرها من المنتجات. واستفادت الجمعية في بداية مشوارها من دعم رئيس الجمهورية حول نباتات الثمور، ويترأس هذه الجمعية السيد حمد حسن الذي لا يدخر جهدا في تعزيز التنمية الريفية بمشاركة كبار الشخصيات من ناحية مبلغ الذين يساهمون أيضا في تحقيق طموحات الجمعية. وفي البداية لم يتوقع أحد أن إنتاج التمور سيكون ممكنا في ناحية دايمولي، وبعد النجاح الأول وسعت جمعية التنمية المعروفة باسم ديم أنشطتها في مجال التنمية الريفية في المنطقتين الشماليتين وأيضا في المناطق العالية الارتفاع في مبلى، وذلك بدعم من منظمة إيجاد. ولضمان نجاح المشروع أطلقت جمعية وديم حملة توعوية واسعة النطاق للرحل حول أهمية الأنشطة الزراعية الرعوية لتحسين ظروفهم المعيشية. ولقد تفاعل الأهالي في هذه الناحية بإطلاق هذا المشروع الذين عانوا من التأثير الكامل للأخطار المناخية مع ندرة الأمطار واختفاء الغطاء النباتي لتغذية الماشية التي كانت المصدر الرئيسي لتحسين الظروف المعيشية للرحل. لقد نصحنا السكان أن يزرعوا أمام أشجار النخيل لإطعام عائلتهم في ظروف جيدة، وأوضحنا لهم أن ممارسة الزراعة هي إحدى من أفضل الأنشطة التي تمكننا من التغلب على آثار الجفاف. وتم تنفيذ دورة تدريبية حول الزراعة للمزارعين بدعم من كل من وزارة الزراعة ومركز الدراسة والبحوث في ديمولي، حيث أصبحت ديمولي مركزا لتدريب المزارعين السابقين لاكتساب تقنيات الزراعية. ويجمع مشروع جمعية ديم للتنمية الريفية بين أنشطة التكيف مع المناخ والمرونة، واليوم النتائج مشجعة والإنتاج الزراعي يتزايد باستمرار في كل عام في الأماكن التي تم تنفيذ فيها برامج لتعزيز الزراعة في ناحية مبلى. إن جمعية ديم تعمل بجهد بغية تحقيق أهدافها، وتقوم بتشجيع المئات من العائلات البدوية لممارسة الأنشطة الزراعية، وهذا الموضوع نجح رغم الجفاف، حيث قامت أيضا الجمعية بتوزيع الثمور للعائلات البسيطة وهي في المركز الصحي في منطقة جرة، ووسعت حملتها التوعوية في النواحي الأخرى التابعة لهذه المحافظة إضافة إلى منطقة أبخ بهدف تعزيز الأعمال الزراعية للرحل. ودعا رئيس جمعية أديم للتنمية الريفية المواطنين الكرام إلى تشجيع الأنشطة الزراعية المماثلة من أجل تحسين الظروف المعيشية للرحل ومواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها. وتسعى جمعية أديم للتنمية الريفية إطلاق أنشطة زراعية أخرى تتمثل في زراعة الأشجار في الشمال، وإطلاق حملة واسعة النطاق لتعزيز هذا القطاع الذي له دورا هاما في التغلب على الأوضاع المعيشية الصعبة لدى الرحل، والتي رأت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة. الدولية والمزيد حول المواضيع الدولية نستضيف في الاستوديو الزميلة حواء. أهلا بك حواء. أهلا حسناء. ما هي آخر التطورات في ساحة الدولية نبدأها في جنوب السودان؟ شكرا لك حسناء. قال وزير الخارجية السوداني درديري محمد أحمد أن زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك ماشار رفض التوقيع على أحداث مسودة اتفاقية السلام مع الحكومة جوبا من شأنها إنهاء الصراع استمر لسنوات. وقال متحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة في تصريح له، رفضت المعارضة في جنوب السودان بقيادة رياك ماشار اليوم الثلاثاء إلى توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى لحل المشاكل العالقة مع الحكومة، وقال لم نوقع لأننا لدينا ملاحظات على الاتفاقية ولم يضمنها الوسيط السوداني في الاتفاقية. المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة أشار أن الملاحظات الاتفاقية الأمر الأول متعلق بتقسيم السلطة والحكم وكيفية اتخاذ القرار،
حيث أعطى الاتفاقية ترجيح اتخاذ القرارات للحكومة. وثانيا حول مفوضية مراجعة الدستور، فنحن طالبون بإنشاء اللجنة لإعادة مؤتمر الدستور يشارك فيه جميع الشعب جنوب السودان. إذا نحاول نعود للأخبار الدولية. أولا بعد أذان المغرب، مشاهدين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت لمدينة جيبوتي وضواحيها، ثم نعود إن شاء الله. تقبل الله مشاهدين الكرام الصلاة منكم ومن إن شاء الله تعالى. والآن نواصل ما تبقى من الأخبار الدولية. وحواء لندن تبدي رغبتها بأن تصبح أول مستثمر في القارة السمراء. صحيح حسنة، تستهدف الرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أن تصبح مملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في إفريقيا خلال 4 سنوات. وفي خطاب لها ألقته في كيب تاون، تعهدت مي باستثمار 3.5 مليارات استرليني في مشروعات إفريقية خلال السنوات 4 القادمة، حيث تخطط لتعزيز الاستثمار البريطاني في إفريقيا. وتعهدت ماي أيضا بتحويل الجدري في الإنفاق على المساعدات للتركيز على التحديات الاقتصادية والأمنية على المدى الطويل بدل من الحد من الفقر على المدى القصير. وتعهدت هذه أول زيارة لماي للقارة الإفريقية منذ تولي الرئاسة الوزراء، وستشمل أيضا نيجيريا وكينيا. وإلى أندونيسيا حسنا، ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبال شرق أندونيسيا اليوم. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق كوب ناجا عاصمة إقليم نوسا. ولم يتوفر بعد أنباء عما إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وأخيرا إلى برازيل، كما أكدت مصادر مطلعة في الجيش البرازيلي أن حوالي 1200 فنزويلي غادروا البرازيل في الساعة الأخيرة على خلفية أعمال عنف التي اندلعت السبت الماضي ضد مخيمات اللاجئين الفنزويليين في البلدة التابعة لمنطقة رورو ياما على الحدود الشمالية بين البرازيل وفنزويلا. وبدأت أعمال العنف هذه بعد تردد أنباء إصابة تاجر بالجروح في عملية سطو نسبت إلى اللاجئ فنزويلي، وهو ما جعل سكان المدينة يحتجون ويقومون بضرب المهاجرين الفنزويليين وتدمير المخيمين، كما أحرقوا المقتنيات الشخصية للاجئين. إذا نحاول، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات مشاهدينا الكرام. بهذا قد وصلنا إلى نهاية اللقاء، لقاءنا يتجدد غدا إن شاء الله تعالى في 8:00 PM. نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.